إهداء من أم شاري إلى مطلب إلى أبنائها حفظهم الله. الحمد لله تم تحقيق الأمان بقدوم مولودي وقرة عيوني، تضحك لنا الدنيا ويضحك لنا الحال، بمحمد أغلى من قدم بشروني، ولا طاحت الدنيا تحزمت برجال، عيالي اللي بالفخر كملوني، ولا صاح صايح لحظة العز والفال، قاموا وهبوا وقدموا ينصروني. لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد من تخرج مدح، تراحيب تقاعد. الحمد لله تم تحقيق الأمان، بقدوم مولودي ومجت عيوني، تضحك لنا الدنيا ويضحك لنا الحال، بمحمد أغلى من قدم بشروني، لا طاحت الدنيا تحزمت برجال، عيالي اللي بالفخر كملوني، ولا صاح صايح لحظة العز والفال، قاموا وهبوا وقدموا ينصروني. إيه افتخر في خلفة ذكور وعيال، الله جملني وهم جملوني، هم النسب والفخر والطيب والفال، والرزق واقرب من يدي لامتوني. بمشاري اقدح فخر واعتز واقتال، وبمطلق اجبر خطر اللي يبوني، وبناي فرقع قمه الفخر وانال، اللي ما ناله على من يحسدوني. من صوادي فالأفوال يضبع جهاتي يا مواني ظنوني، الفرق بين العالم أنواع وأشكال، لكن تبقى البنت بنت وتهوني. لو ما الفوارق كان ما مهرها مال، والله من خلى الفوارق تكوني. بقدوم مولودي ومجت عيوني، تضحك لنا الدنيا ويضحك لنا الحال، بمحمد أغلى من قدم بشروني، لا طاحت الدنيا تحزمت برجال، عيالي اللي بالفخر كملوني، ولا صاح صايح لحظة العز والفال، قاموا وهبوا وقدموا ينصروني. تذكر وعيال، الله جملني وهم جملوني، هم النسب والفخر والطيب والفال، والرزق واقرب من يدي لامتوني. بمشاري اقدح فخر واعتز واختال، وبمطلق اجبر خطر اللي يبوني، وبناي فرقع قمة الفخر وانال، اللي ما ناله على من يحسدوني. يحميكم الله من صوادي فالأفوال يرضع جهاتي يا مواني ظنوني، الفرق بين العالم أنواع وأشكال، لكن تبقى البنت بنت وتهوني. لو ما الفوارق كان ما مهرها مال، والله من خلى الفوارق تكوني. ثمانية سبعة ستة ثمانية سبعة. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم الآن وحصريا استديو